اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لنا في الاستوديو نجوم الووتر بولو او كره الماء تحت 20 سنه. الحقيقه اللعبه دي كان عندنا فيها مشكله من سنتين ثلاثه. النادي تبنى سياسه معينه اعتمد على الناشئين، ولاد النادي كبروا دلوقتي بقى بيحتلوا مكانهم الطبيعي. 20 سنه خدوا الدوري، معنى ان 20 سنه خد الدوري دلوقتي يعني احنا بنتكلم في سنه او اثنين او ثلاثه كمان هنلاقي ان شاء الله الفريق الاول بياخد الدوري. خليني بس اعرفكم حاجه، ان دوري الووتر بولو من اصعب الدوريات في مصر في اي لعبه، لان فيها انديه بتقاتل على 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 البطوله بشراسه. عندنا الجزيره، عندنا هليوبلس، النادي الاهلي، في انديه بتقاتل بشراسه وبيبقى المنافسات قريبه جدا. فطبعا ان احنا نوصل 20 سنه ناخد بطوله الدوري، وكان عندنا مجموعه من اللاعبين، ثلاث لاعبين اشتركوا مع منتخب مصر تحت 20 سنه اللي شارك في بطوله العالم في صربيا، الحقيقه ده مستقبل مبشر. الحقيقه ما كانش ينفع طبعا ما نحطش الضوء على الحدث ده، وكمان هنفضل الفتره الجايه مراقبين اللعبه دي كويس، لان هم الحقيقه في مجهود كبير بيبذل، لانها لعبه عنيفه جدا، لعبه محتاجه عدد تدريبات في الاسبوع كتير وبدني وفني بشكل كبير. طبعا برحب بضيوفي بالاول، كابتن سيف ممدوح المدير الفني للفريق واللي حصل مع فرقته على بطوله الدوري العام الموسم الماضي او الموسم اللي فات. اهلا بيك يا كابتن. اهلا اهلا وسهلا كابتن، نورنا ومنور قناه النادي الاهلي. متشكرين، مبسوط جدا موجود معاك النهارده، وكل سنه وانت طيب. انا عرفت ان عيد ميلادك حضرتك طيب ومنورنا، وده بيتك ومكانك قناه النادي الاهلي. متشكرين. وبرحب بمازن قاسم طبعا لاعب الفريق واللي حصل ايضا مع الفريق على بطوله الدوري العام الموسم الماضي. منور يا مازن. منورك والف مبروك، ومنور في بيتك قناه النادي الاهلي. الحمد لله. وبرحب كمان باللاعب احمد فؤاد، اهلا بيك يا احمد. اهلا، منورنا بنورك. الف مبروك. الله يبارك حضرتك. وطبعا برحب كمان بايمن عادل لاعب الفريق، منورنا ايمن. منور بحضرتك، ربنا يبارك. انت لسه راجع من المنتخب كمان. الحمد لله. يلا الف الف مبروك اشتراكك، والف الف مبروك على البطوله. الله يبارك لك. الحقيقه طبعا اتوجه في بدايه الحلقه طبعا لكابتن سيف، يعني الحقيقه مجهود جميل، نتيجه اكيد ما جاتش من فراغ، منافسين شرسين. كلمني عن رحله الدوري العام. هو الاول بسم الله الرحمن الرحيم كان في توجه من الاداره السنتين يعني ثلاثه اللي فاتوا ان احنا هنهتم بقطاع الناشئين. من سنتين ابتدينا نستخدم مدربين اجانب لقطاع الناشئين، ابتدى يبقى في احتكاك دولي سنوي للفرق، فده كان لازم هيبقى له نتيجه في الاخر. ابتدى امتى المشوار ده يا كابتن بالظبط؟ ابتدينا يعني اول يعني 2013 2014 الموسم ده كانت يعني كانت بدايه، وكنا ساعتها فعلا زي ما كنت حضرتك بتقول كنا يعني قبل ما نطلع كنا شويه بعيد. الفتره اللي فاتت يعني احنا الموسم اللي فات احنا البطوله مواليد 97 هم اللي كسبوا البطوله، بس احنا عندنا كذا سن لعب مباراه نهائيه، يعني عندنا 2003 لعبوا مباراه نهائيه، 2001 لعبوا مباراه نهائيه، خلاص ابتدينا نبقى مع يعني ابتدينا نقرب دايما مكاننا فوق. بالظبط بالظبط. فخلاص الناس كلها قربت، مساله يعني وقت، هو موسم او اثنين وان شاء الله يعني نبقى في سيطره. طب مين انت لعبت فاينل اكيد؟ مع مين يا كابتن؟ هو الفاينل كان يعني مقسوم اثنين، اول الماتش كان مع نادي هليوبلس، ده الماتش اللي كان لازم نكسبه، والحمد لله ربنا وفقنا، وكان ماتش صعب جدا، وكانت يعني كان خلص 10 9 او 11 10 كان في نادي الجزيره. والخوف بقى كله كان الماتش اللي بعديه، لان احنا كان الماتش اللي بعديه اسهل منه طبعا نسبيا، اسهل من ماتش هليوبلس، بس هو كان مع نادي الزمالك وكان اخر ماتش في البطوله ولازم نكسبه. حضرتك طبعا عارف ان مباراه الاهلي والزمالك دي بطولة ليها بطوله ثانيه خالص. الواحد كان ايه يعني الماتش ده كان متحفز جدا، بس من البدايه يعني احنا اول كوارتر كان خلصان 5-0 مع نادي الزمالك، وبعد كده الماتش كله خلص 13-9. ف كان في سيطره من اول مباراه، كان في سيطره من اول مباراه. احنا داخلين الدوره المجمعه النهائيه في المركز الثالث وكسبنا الدورة المجمعة كلها، فبقينا المركز الأول، فده بيوري قد إيه المنافسة كانت قريبة جدا. كان ممكن أي حد من ثلاث فرق، إحنا أو الجزيرة أو هليوبلس، يكسب البطولة، بس بصراحة الموضوع كان قريب، الموضوع كان قريب، واللعيبة كانت بصراحة على قدر المسؤولية. وكان مباراة الأهلي والزمالك يمكن في الووتر بول، وأنا عارف بتبقى ليها طبعا حساسية معينة، بس طبعًا. إحنا الحمد لله أغلب مبارياتنا أو منافساتنا مع الزمالك السنة دي كانت بالظبط كانت في صالح النادي الأهلي طبعا. وطيب وحضرتك شايف يعني برضو الجيل اللي موجود دلوقتي 20 سنة، الجيل اللي طالع، وإحنا برضو عايزين نحافظ على بالظبط بالظبط. هو إحنا أصلا أنا يعني بقالي ثلاث سنين، اول سنتين كنت مدرب عام مع الدرجه الاولى مع كابتن وليد عزت اللي هو المدير الفني،
والسنه اللي هي بتاعه الموسم اللي فات ده كانت اول مره يبقى ابقى مسؤول عن فرقه بتاعه 20 سنه. ده كان جزء من التوجه اللي قلت لحضرتك عليه ان احنا عايزين، لان الجاب كانت وسعت ما بين الدرجه الاولى، ابتدت الاعمار تكبر شويه ولسه ما فيش حاجه طالعه من تحت التسنيج يعني. فبالظبط فبدانا البطوله على فكره هي مواليد 97، بس احنا مثلا كان الحارس مرمى بتاعنا مواليد 99 يعني اصغر، ومازن مثلا 98 ما شاء الله. كان معانا 2 3 لعيبه من 99 غير الحارس المرمى، ولعب معانا لعيب من 2001 في ماتش اسمه يوسف مصطفى. ودي صور ليكوا يا كباتن يعني. صور دي ده بعد الدوري يعني. بعد ما خلصنا خلاص ما شاء الله لعب عنيف. اروح لمازن. مازن يعني عايز برضو، انت من ولاد النادي الاهلي يعني من الاول ما لعبت ووتر بولو وانت في النادي الاهلي وطلعت في النادي الاهلي طول عمرك. طب قول لي يعني، معلش هي لعبه عنيفه طبعا ولعبه صعبه، ايه اللي حببك فيها وايه اللي خلاك توصل للمستوى ده يعني؟ احكي لي كده. انا الاول ابتديت كنت بلعب سباحه الاول، وكان لي اخ اكبر مني كان بيلعب ووتر بولو برضه، فبس انا من الفرجه معايا اروح التمرين وكده، فقلت لا انا مش عايز العب سباحه هبتدي ووتر بولو. فخلاص سبت السباحه وانا مثلا عندي 10 سنين، ابتديت مدارس الووتر بولو شويه بشويه، بقى بقينا فرقه وكده. وده اللي حببني في اللعبه، ان يعني السباحه لعبه فرديه لكن دي لعبه فيها بتشد انتباه الاطفال يعني. انت واقف بتتفرج اللعب والكوره وكده، الاحتكاك كله بيبقى عايز. فده بدات بعدين بقى اول بطوله لعبتها عندي كان 13 سنه، دي خدنا فيها تلات، ده كانت مع سن اللي هو 98. بعد كده بقى ابتديت اتصعد مع السن الاكبر مني 97 بقى كسبت. انت على طول بتلعب مع السن الاكبر مني. الحمد لله. ده السبب الرئيسي في مستواك عالي. طبعا انت بتشارك مع الاكبر مني. الحمد لله. بعدين احنا دلوقتي اهو خلاص يعني 20 سنه كلها بقينا فريق ده درجه اولى بقى لنا سنتين، وده احسن حاجه، ده اكتر حاجه ممكن توصل لها في النادي ان انت تبقى لعيب درجه اولى، لان احنا كان عندنا المنتخب ما فيش منتخبات درجه اولى، هو بتلعب منتخب 20 سنه بعد كده خلاص بيوقف المنتخب. فاحنا الحمد لله وصلنا لاعلى درجه عندها في النادي اللي هي الدرجه الاولى. البطوله بقى يعني احنا بدانا الماتشات، اول حاجه بدانا بدايه صعبه، كان في عندنا ماتش زي الصيد بنلعب الصيد، ده ما كانش المفروض الفرقه دي ما بتنافسش على البطوله. الماتش ده خلص لينا فرق واحد، وجون كان في اخر 3 ثواني كده خلصنا. زي الباسكت كده. زي الباسكت يعني. الماتش ده لو كنا وقعنا تعادل او خساره ده كان عامل لنا دروب كبير في البطوله، كان ممكن تضيع مننا. بس الحمد لله ده لعيب اسمه ادهم ده يعني الحمد لله خلص لنا الماتش في اخر 3 ثواني، ده اللي كسبنا الماتش. الماتش ده لو كان خلص تعادل كان هيفرق. خلاص احنا خدنا الدوري فرق نقطتين، ده لو تعادل اللي خلينا بقى نخش في حسبه ثانيه فرق اجوان ومباريات. حسبه ثانيه اكيد مش هتجنن علشان بس نقعد نقول ايه، بس ما نقعدش نقول حصل برده زي الدرجه الاولى برده حصل حسبه ثانيه والمركز الثاني، وخدنا ودخلنا في القصه دي. ودي كانت طبعا صور من احدى اللقاءات، ولكن يعني اي مساواه مع النادي الاهلي مع اي فرقه ثانيه بيبقى النتيجه النتيجه محسومه من الاول. طيب خليني برضو اقول يعني موضوع الدراسه برضو يعني لعبه عنيفه، تمرينات كنت بتاعته 4 ساعات وبتتمرنوا الصبح وبالليل وفتنس يعني بتعمل ايه في الدراسه؟ طبعا دي من اصعب الاوقات اللي هي وقت الدراسه مع بدايه فتره الاعداد. دخلت جامعه انت؟ بيبقى التمرين مثلا الساعه 6:30 الصبح، تروح تتمرن بعد تخلص تطلع على الجامعه، خلص جامعه الساعه 4 يا دوبك لو هتلحق تروح ساعه تجيب حاجتك وتنزل على التمرين تاني، وتطلع من الجامعه على التمرين تاني اللي هو التمرين بتاع بالليل الساعه 8، تبتدي بقى الجيم ساعه، بعد كده الميه وكده، عم نخلص 12 واليوم بقى بيعيد نفسه. طب كلمني عن المذاكره في العربيه. المذاكره ده اهم حاجه، المذاكره في العربيه والباص ده هو ده الوقت. المذاكره في العربيه ده الاساس. وانت من التمرين للجامعه ومن الجامعه للتمرين هو ده الوقت. هو دي الساعتين اللي انت بتقول بس نقول الساعه ونص اللي يعني ايه هم فيهم الشفاء عشان ايه تعدي. غير كده يا نوم يا اكل يا تمرين. الموضوع صعب. ربنا يوفقك يا مازن. يعني اروح لايمن برضو، يعني انت ما شاء الله لسه راجع مع المنتخب. الاول كلمني عن يعني رحله الدوري العام، استعداداتكم، انتوا كنتوا حاسين ازاي الدوري السنه اللي فاتت، هل انتوا كنتوا قادرين تاخدوه ولا لا؟ وكلمني عن دوامك للمنتخب. طبعا في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم انا بشكر كابتن سيف. كابتن سيف اول سنه اتمرن معاه البطوله السيزون ده، عملنا فتره اعداد طويله جدا كانت 6 شهور. اما من اولها خالص كابتن سيف كان حاطط اساسيات، كان عايز الفرقه منضبطه بطريقه بشكل كبير، كانت صعبه جدا علينا في البدايه، مواعيد تمارين، ما فيش غياب، ما فيش حد يهزر في كان حاجات محطوطه صعبه جدا. لان كابتن انت يعني بان عليك انا الهدوء ده بيبقى فيه انضباط في الملعب. كان انضباط فعلا، كان انضباط ما شاء الله، كان من على مستوى عالي جدا. عدينا الحاجات دي في الاول، دي كانت من الصعوبات. قبل كده قابلنا في الدوري تحديات كانت صعبه، اللي هي في الفرق طبعا هيلبس والجزيره، منهم ماتش الصيد اللي مازن اتكلم عليه ده، كان ماتش لو كنا لا قدر الله تعادلنا او خسرنا كان دوري طبعا ضاع. بعد ما خلصنا الدور الاول احنا دخلنا زي ما كنت شايف لحضرتك البلاي اوف، احنا داخلين ثالث، فثالث احنا في منطقه يعني برضو احنا عايزين نكسب كل الماتشات عشان نقدر ربنا يكرمنا. الحمد لله دخلنا
كنا احنا دي صور ليك يا كابتن مش كده؟ ده كابتن وائل، كابتن وائل ده عزت المدير الفني، وكابتن وائل رئيس الجهاز. ودي صوره احنا بنستلم الكاس. الكاس ما شاء الله. طب هو مين ده ده, ده مين اللي بيسلم الكاس؟ كابتن بوب طبعا، من البوب ده من علامات كرة المية في مصر. كابتن بوب ده من علامات عضو مجلس الإدارة ولا لا هو في نادي هليوبلس. نادي هليوبلس مش عارف بالظبط ايه الاب روحي، بس هو ده يعني ده اب روحي للعبة لكل الأندية يعني، من علامات كرة المية في مصر طبعا. طبعا. طب يعني كمل أيمن. لما جينا بعد كده احنا في الدور الأول خسرنا، اتعادلنا مع الجزيرة 8-8 وخسرنا هليوبلس، فكنا داخلين بلاي أوف احنا لازم نكسب الجزيرة وهليوبلس. الحمد لله ربنا كرمنا، اول ماتش كسبنا الجزيره 8-5، بعديه كنا بنلعب ماتش ليبز ده كان يعتبر فاينل، اللي كان هيكسب هياخد البطوله. الحمد لله كسبنا 10-9، وبعديه كان ماتش الزمالك اللي كسبناه وخدنا البطوله. خلصنا الحمد لله، جه بعديها فتره المنتخب، اختار اسم المنتخب، اتضميت مع المنتخب، عملنا فتره اعداد، جينا في الاخر التصفيات. الحمد لله ربنا كرمني عرفت اسافر معاهم. كانت فترة طبعا كان في معسكر عملتوه قبل كده او حاجه؟ للاسف في المؤسسه كان عندنا معسكر، بس الظروف خارجه عن ارادتنا اتلغى. فاحنا اتمرنا فتره الاعداد، وطبعا ده حلم اي لعيب ان هو يلعب كاس عالم. الحمد لله كنا بشكل مشرف هناك، خلصنا البطوله وكلنا سعداء ورجعنا. مين اللي شارك مع النادي الاهلي في شارك مع المنتخب من النادي الاهلي؟ انت ومين؟ انا ومحمد اسامه ويوسف محمد سعد. واخدنا مركز كام في 15 بس. هو خد بالك الوتر بول المنافسه برده صعبه. الوتر بول صعبه، الفرق هناك مستوى عالي جدا يعني كان زي الناس متوقعه على طول في كرة المايه ان صربيا والمجر بيوصلوا فاينل. كانت مفاجاه السنه دي ان كرواتيا واليونان هي اللي يوصلوا يكسبوا صربيا والمجر، واليونان تكسب في ضربات الجزاء. كانت مفاجاه صراحه، كانت مفاجاه، ما حدش كان متوقعها طبعا ان صربيا والمجر تطلع، والبطوله في صربيا يعني كانت حاجه كبيره جدا طبعا. صحيح. بس طبعا هي بتاخد خبرات، بتلعب مع ناس فارق القوه، كل ده طبعا بيرجع ليك انت بتكسب الحاجات دي كلها. دلوقتي احنا في خطوه ثالثه اللي هي الدرجه الاولى، خلاص احنا كلنا دلوقتي درجه اولى. بنرجع نشكر بقى كابتن سيف الفترة الطويلة طبعا، بفضل بعد ربنا كابتن سيف وقف معانا جدا، وكابتن وليد عزت طبعا ورئيس الجهاز كابتن وائل، كانت فترة حلوة جدا. ودلوقتي عندنا حلم ان شاء الله ربنا يكرمنا ونلعب عموم يعني، خلاص ده حلمنا دلوقتي، دي اعلى حاجة زي ما الناس قال لحضرتك ان دي نوصل لها ان احنا نلعب عموم اكيد ان شاء الله. بس وربنا يكرمنا ان شاء الله. طب قول لي بقى يا ابو حميد بقى، مشوار البطولة السنة اللي فاتت يعني كلمني ازاي، كان وجودك ازاي، مشاركتك يعني كلمني على اللحظات برضو الصعبه اللي كانت في البطوله، احكي لي يعني. يعني هي البطوله يعني كلها صعبه، هو اصعب الماتشات فعلا كانت الصيد، هو ده يعني ده اصعب ماتش واجهنا. كلكم بتتكلموا عن ماتش الصيد لانه كان يحطنا في حته ثانيه. بالظبط. وطبعا الجزيره وهليوبلس ماتش الصيد، هو ماتش الصيد كان عندنا احنا في النادي، فكان صعب نخسر وسط الجمهور كله او يعني نتعادل، حتى احنا ما فيش عندنا غير المكسب. كل ما بعدي يا كابتن من تحت كده الاقي هيصه، اعرف ان في ماتش ووتر بول. لا بالظبط. والله هيصه وجمهور وتشجيع جامد، لان فعلا الناس بتحب اللعبه. هي الناس بتحب اللعبه لان فيها متعه يعني، قريبه شويه من الهاند بول، فيها شوطه وباصه والحاجات دي كلها بتدي يعني متعه للعبه. بس فهو ماتش الصيد ده كان اصعب ماتش. وطبعا الجزيره برده احنا كنا ماشيين كويس طول الماتش، بس هو خلص تعادل. بس احنا قدرنا بعد كده في البلاي اوفس ان احنا نكسبهم، ونكسب هليوبلس ونكسب الزمالك. وطبعا يعني كان برضو ماتش صعب، كان ماتش هليوبلس. ترتيبكم كان ازاي يعني؟ الاهلي واحد، هليوبلس اثنين. الاهلي الاول، هليوبلس الثاني، الثالث كان الجزيره الرابع الزمالك، الخامس الصيد. يعني دول هم تقريبا اقوى خمس فرق. ومعاهم سبورتنج برضه. معاهم سبورتنج كمان. طب هو يعني نفس الفرقه دي اكيد العمومي بتاعها والكبير بيبقى اقوى. بالظبط يعني هم يعتبر هم الفرقه دي هي اللي بتلعب في الفيرست تيم، اهلي وجزيره هليوبلس. بس يعني هي المنافسه بينهم هم الثلاثه بس. الفرق الثانيه بقى بيبقى فيه شمس، سبورتنج، معادي، زهور، دول بيبقوا يعني بيشاركوا بس على فترات بعيده يعني، ما فيش منافسه بينهم وبين اول ثلاث فرق. طب برضه اخبار المذاكره معاك ايه؟ انا مع مازن في نفس الجامعه، فاحنا يعتبر بالعربيه برضه بتذاكروا؟ لا في نفس الباص بقى بنرجع ماسكين الكتب، هنعمل اساينمنت، هنعمل اي حاجه. بس يعني الموضوع بيبقى صعب، بنخلص الصبح نطلع على الجامعه، بنخلص 6 بيبقى عندنا تمرين الساعه 8، فيعني نلحق ناكل اي حاجه، نروح على التمرين نخلص الساعه 12. بس الناس فاكره، بص يا ابو حميد، الناس فاكره ان الرياضي ده قاعد، والله كابتن بجد الناس تسمع للرياضي تقول فاكره قاعد بقى في تحت الشمسيه في النادي 10 ساعات في اليوم، صحته بساعدها في بيعمل اي حاجه، مش فاكرين المعاناه. انا ليه دايما بقول الحته دي؟ عشان انتوا في اطفال بيتفرجوا عليها، والناس دي لازم تبقى قدوه يعني، يعني يعني لازم ياخدوا قدوه، والقدوه هتبقى انتوا. ايوه بالك يعني انت دلوقتي بتقول تشوف انا ما عنديش وقت يعني، يمكن انت بتنام كام ساعه في اليوم؟ يعني 5-6 ده يوم ما بقى كده خلاص بقى. ده صيف وشتاء.
ده على طول. لو في شتاء برضو مذاكره في الصيف بيبقى في تمرينه في النص اليوم. ساعات برضو بنتمرن 3 ايام في الاسبوع ده في الاجازه، فما فيش وقت نخرج كمان يعني، اصحابنا وحشونا فبنشوفهم كل فين وفين يعني. طيب خلينا برضو ما ينفعش بيكون بنتكلم عن طبعا كره الماء وما يكونش معانا الكابتن وائل عزت. ازيك يا كابتن وائل؟ مساء الخير. ازيك يا كابتن طارق وازي الكابتن سيف والشباب اللي معاك الجمال الابطالنا اللي احنا بنعتز بيهم. كابتن وائل الحقيقه يعني كابتن سيف كان بيكلمنا على الاستراتيجيه اللي حطيناها من 3 سنين وازاي كان عندنا مشكله في الووتر بولو، وبعد كده انتوا حطيتوا استراتيجيه، واكيد طبعا الاستراتيجيه دي اتحطت من خلال حضرتك اكيد، لان حضرتك رئيس الجهاز وعارف مشاكلنا فين. كلمني عن الرؤيه دي اللي ابتدت من 3 سنين تقريبا. والله احنا كان عندنا رؤيه الحمد لله يعني، طبعا انا الاول يعني بشكركم، احنا كان عندنا رؤيه ان احنا ازاي ننمي لعبه الووتر بولو في النادي الاهلي، ان احنا طول عمرنا يعني الحمد لله لينا باع فيها. قعدنا مع الناس وابتدينا نحط استراتيجيه مهمه ان احنا ازاي نهتم بقطاع الاكاديميات وقطاع الناشئين، عشان ده اللي بيصب في الاخر في القطاع التنافسي بتاع الفرق الكبيره. وابتدينا ننفذ الموضوع ده، جبنا مدربين اجانب، ابتدينا نثقف مدربينا، ابتدينا نهتم بالاكاديميه تحديدا والناشئين، ابتدينا نسفرهم بره، ابتدينا نعلمهم يعني ايه احتكاك خارجي. الحمد لله كله اثمر في الاخر ان احنا ربنا اكرمنا الحمد لله وكسبنا بطوله 20 سنه السنه اللي فاتت الدوري، ودي من اقوى البطولات اللي هي اللعيبه اللي قدام حضرتك دول اللي بيغذوا الفرقه الكبيره، والحمد لله كلهم دلوقتي كان لسه فيهم 3 موجودين في بطوله العالم صربيا، وربنا كرمنا الحمد لله وعملوا نتيجه كويسه، وده نتيجه مجهود الناس اللي قدامك بقى، المدرب والمدير الفني والمدربين، احنا مجرد ان احنا بنحط استراتيجيه والناس بتمشي عليها وربنا بيكلل مجهودنا كلنا بالنجاح. طب كابتن وائل يعني حضرتك طبعا رئيس الجهاز وليك رؤيه شامله، احنا بنتكلم هنا على 20 سنه وكابتن سيف معايا بنتكلم على 20 سنه، طمني على الجهاز ككل، طمني على الفرق الصغيره، طمني على الدعم اللي حصل، ايه يعني هل احنا السنه دي افضل ولا لا؟ حضرتك ان احنا الحمد لله جميع الفرق الناشئين بننافس على اول تاني الحمد لله. الحمد لله عندنا دلوقتي قاعده عريضه من تحت لغايه ما بتصب في الفرقه الكبيره. الحمد لله عندنا مدربين على مستوى عالي، كل المدربين اللي قدام حضرتك دول فيهم كابتن سيف كلهم سافروا، يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجه، كابتن سيف سافر صربيا، سافر المجر، شاف مدربين على مستوى عالي. تعرف حضرتك احنا لعبتنا اقوى فرقتين على مستوى العالم صربيا والمجر. صحيح. اداله فيزا ان هو يحتك، جبنا مدرب اجنبي على مدار 3 سنين ده من احسن مدربين اجانب، الناس احتكت معاهم وشافت ازاي المدربين الاجانب بيتبعوا احدث الاساليب في التدريب. ابتدينا نشتغل بقى ازاي نعمل سكاوتنج، يعني انت عارف حضرتك لعبتنا برضه لعبه صحيح زي لعبه البطل اكيد مهم قوي موضوع السكاوتنج دي. صحيح. ازاي نجيب دكتور نفسي ونحلل الولاد ونقعده معاه، ازاي نشتغل على موضوع التغذيه، ازاي يبقى في عندنا الاداره الفنيه، يعني كان في بعض العوامل اللي بتساعدنا ان احنا نوصل للتنافس مع جميع الفرق في جميع المراحل. طب خلينا نتكلم عن الموسم الجديد يا كابتن، يعني الموسم الجديد ان شاء الله هيبتدي يعني يمكن او يمكن ابتدى بيبقى خلاص يعني الايام دي، انتوا شايفين ازاي او الخطه بتاعتك السنه دي؟ يعني انت شايف اكيد بطولات، اكيد في فرق شايف. احنا دلوقتي كل الامور متوقفه، احنا عندنا في انتخابات الحزب 21/9، ما عندناش اي حاجه لغايه ان شاء الله لغايه اخر الشهر، احنا لسه ما جالناش الجدول، بس احنا كل الفرق بتشتغل، كل الفرق عامله موضوع ان احنا عندنا بطوله وحاطين برنامجهم التدريبي، سواء احنا طبعا مش بنتكلم في ووتر بولو بقى، احنا حضرتك انا رئيس لجنه العمال ده بنتكلم في 5 العاب. صحيح. كل المديرين الفنيين شغالين، كل مديرين الاجهزه، لان احنا انت عارف حضرتك النادي الاهلي ما بيوقفش على مش فنيين اي حاجه، احنا ممكن اي وقت نستلف في اي صحيح بطوله. صحيح. بنبقى جاهزين. صحيح. فالحمد لله احنا صيف زي ما بيقولوا كده بنلحم صيف مع شتاء، الولاد مستعدين عشان احنا مش بنستنى ما البطوله بتجينا، لا احنا ممكن البطوله تجينا في اي وقت. صحيح. مستعدين وجاهزين. حضرتك الولاد اللي قدامك دول بيشتغلوا الصبح وبعد الظهر وبيشتغلوا فترات طويله عشان يبقوا معدين اعداد كويس،
للدخول في اي بطوله في اي وقت يتسلموا فيه. صحيح كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك، كان لازم تكون معانا عشان نشوف نظره شامله لالعاب الماء بالنادي الاهلي، لان الحقيقه في جهد بيبذل مجهود كبير. راجع كابتن سيف، يعني برضو دراساتك واحتكاكاتك بالخارج اكيد فادتك طبعا، واكيد النادي الاهلي ساعدك في دي، كلمني عن التجربه. مفيش كلام، انا بقول لحضرتك انا بدات التدريب، انا بطلت سنه 2013 2014 على طول، كنت اول حاجه اشتغلت مدرب عام مع الدرجه الاولى مع كابتن وليد عزت اللي هو المدير الفني. فطبعا دي فرصه كويسه جدا ان انا اشكره، لان انا فعلا اشتغلت الشغلانه دي غير معايا، فالمحتوى اللي عندي كله تقريبا يعني هو ليه الفضل فيه طبعا بعد ربنا. فدي حاجه لازم اقولها، زائد بقى اللي كابتن وائل قال عليه من شويه، الاحتكاك الخارجي. الاحتكاك الخارجي ده بيبقى كل عناصر اللعبه، اللعيبه والمدربين وحتى والاداريين والجهاز الطبي بيشوف اخر حاجه برده سكاوتنج وكل حاجه بالظبط. ف احنا اول سنه طلعنا معسكر في المجر، وتاني سنه في صربيا، وانا عملت يعني كورس في صربيا، عملت تريننج هناك، خدت تريننج كورس هناك، وفي نفس الوقت كان يعني توفير المدربين الاجانب لقطاع الناشئين بيبقى مفيد جدا، ده بقى اللي هو موجود معانا يوميا في النادي الرئيسي بالظبط. فده الواحد بتبقى فرصه الواحد ما يعني ما يسيبهاش طبعا اكيد. فلا استفدت انا في ثلاث سنين دول، استفدت كويس جدا، كانت فرصه كويسه جدا، واكيد النتيجه دي اللي حصلت مع ال 20 سنه ما جاتش يعني منظومه، لان احنا في الاخر الجهاز الاداري موفر كل حاجه تقريبا، مفيش حاجه في عناصر اللعب زي ما كابتن وائل قال، يعني سفريات لعيبه محترفه، خبراء اجانب علشان قطاع الناشئين، المعسكرات اللي بره، والجهاز الفني. كابتن وليد عزت من الناس من المديرين الفنيين، اشتغلت مع مدرب عام والسنه دي السنه الرابعه، من الناس اللي بتدي مساحات، بتدي لك حريه في العمل، بتدي مساحات واسعه جدا، بيخنقش يعني المدرب العام هو له ثلاث شغل، بس عشان هو عنده ثقه في نفسه طبعا. كابتن وليد انا لعبت معاه سنتين، انا بقول لك هي الحته دي مش خالص، هو راجل يعني اولمبي، لاعب اولمبياد اتينا 2004، وهو من نجوم اللعبه في طبعا. بقول لك عشان الثقه في النفس عاليه طبعا، ما يخنقش الجهاز اللي معاه. لا لا، ما هو يعني الحقيقه انا عارف كويس قوي ان دور المدرب العام يبقى همزه وصل من اللعيبه وتنفيذ الاستراتيجيه اللي بيحطها المدير الفني، فهو بصراحه من الناس اللي بتدي مساحات واسعه جدا للجهاز اللي معاه كله، مش يعني مش بس انا، للناس دي طبعا زي ما حضرتك قلت، ثقه كبيره طبعا، اسم كبير نجم من نجوم اللعبه مفيش كلام يعني. مازن قول لي طموحاتك ايه بقى الفتره اللي جايه، عايز تبقى ايه؟ انا طموحاتي عايز ابقى ليا دور اساسي في الفريق الاول، يعني زي ما الدور اساسي الاول. انت مركزك ايه يا مازن؟ انا مركزي سنتر فورورد، اللي هو اللي بيجيب الاجوال. انت السترايكر بتاعك اللي هو العب بس في الدرجه الاولى، عشان ده يعني زي ما قلت لحضرتك في الاول، ده اهم اقصى حاجه ممكن توصل لها في النادي. الحمد لله لعبت في خلاص 20 سنه، دلوقتي التركيز في عمومي، بدينا فتره الاعداد بقى لنا شهر، خلصنا اول شهر فيها، بنركز ان احنا عايزين نلعب اساسي ونجيب الدوري السنه دي ان شاء الله، عشان زي ما حضرتك عارف هو غايب عنا بقى لنا فتره. فلما تبقى بدايه اول سنه لعب بتبقى بالدوري، دي طبعا تدي ثقه. صحيح، ولكل مجتهد نصيب. خلي بالك احنا بقى لنا ثلاث سنين شغالين او اربع سنين. الحمد لله اكيد ربنا مش هيضيع المجهود. يعني دلوقتي فعلا زي ما كنت سيف قال في الاول، كل الفرق اللي تحت ما فيش فرقه بتطلع بره الثلاث مراكز الاولى، يعني كله بينافس. صحيح، الحمد لله احنا في خلال مثلا موسم او موسمين كله يعني يبقى في الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله تبقى جوه الفريق وتبقى يعني السترايكر الرئيسي بقى يتكلم بلغه الكوره. طب ايمن، خليني اجي اقول بقى، الفرص اللي جايه اكيد انت ليك طموحات، اي واحد يعني مستواك وشارك مع المنتخب اكيد ليه طموحات الفتره الجايه، طموحاتك ايه؟ طموحي طبعا ان احنا فعلا زي ما مثلا ان احنا نلعب عمومي، طبعا ده طموح كبير، ده على حاجه توصل لها في النادي، وبالذات ان انا راجع من بطوله كاس عالم، فده حاجه كبيره جدا، تديك دفعه وخبره، تديني دفعه وخبره طبعا، وان احنا عايزين نفيد عمومي باقصى درجه من مجهود والتعب اللي تعبناه مع كابتن سيف في البطوله، ان ده يدينا كل ده يدينا دافع ان احنا في عمومي نعمل حاجه كبيره. وزي ما كابتن سيف قال لحضرتك، كابتن وليد بيدي ثقه كبيره للعيبه وبيديك فرص، فهو مدينا الحمد لله فرص كبيره، ان احنا خلاص بقى بنتمرن بنلعب، بس ناقصنا ماتشات وخبره، وده ان شاء الله كله يجي. وطموحنا ان احنا نكسب الدوري، انه فعلا غايب عننا بقالنا كتير، وان احنا نكون سبب ان احنا نجيب الدوري النادي الاهلي. صحيح. طيب خلينا نروح على الهاتف، معانا كريم جمال لاعب الفريق، هو ما كانش معانا في الاستوديو بس يعني قلنا يعني نجيبه معانا على الهواء. اهلا بيك يا كريم.
ازيك يا كابتن هيثم، اخبار حضرتك ايه؟ كويس كله تمام، يعني طمنا عليك، قول لي، كلمني عن الدوري السنه اللي فاتت، كلمني عن طموحاتك. صبح الاول على كابتن سيف العظيم. لا نمسي لو سمحت، عشان احنا دلوقتي عدينا خلاص، احنا دلوقتي صلى العشاء، فيعني نقول بقى نمسي. اتفضل يا كريم. ازيك يا كابتن سيف، وازيك يا مازن، وازيك يا فؤاد، وازيك يا ايمن. ازيك يا كريم. هم بيسلموا عليك في الاستوديو يا كريم. والله يا كوتش، يعني اخترت احسن لعيبه في الاولاد الصغيرين اللي طالعين في الدرجه الاولى والدرجه الاولى، ويعني بتمنى لهم طبعا ان هم ان شاء الله يكونوا اضافه لينا، وان شاء الله باذن الله، يعني هو هدفنا كل ده اللعيبه الكبار واللعيبه الصغيرين، وان شاء الله السنه دي الدوري خلاص، احنا ان شاء الله السنه دي واصلين العقد للدوري السنه دي. طب احنا شايف يا كريم ان احنا بعاد عن الدوري، يعني السنه اللي فاتت طبعا بـ 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 بفعل فاعل تم ابعادنا عن المركز الثاني، وطبعا الموضوع ده حطينا عليه الضوء كتير، شايف السنه دي احنا منافسين جامدين على الدوري ولا لا؟ بص يا كوتش، ان شاء الله حصل بقى النهارده السنه دي تماع ومحصلش تماع، وان شاء الله الدوري السنه دي باذن الله. ان شاء الله. بقت موت نفسها، الجهاز شغال طبعا، واحنا والله السابق عملنا كل اللي نقدر عليه، بس ربنا ما كرمش طبعا، حضرتك عارف اللي حصل يعني. بس ان شاء الله السنه دي يعني هنحارب اي ظروف، وكابتن سيف كابتن فعلا شغالين معانا من اول السنه اهو، جايبين بالنا شهر، وان شاء الله يعني فتره الاعداد تبقى كويسه جدا، وهنكمل ومستنيين البطوله تتحط امتى، وان شاء الله هنشتغل عليها باذن الله. طب خليني اسالك برضو، يعني 20 سنه جامدين في, في في عندنا في النادي الاهلي، اكيد ده بيبقى دعم قوي للفريق الاول، انتوا بامانه شايفين ده يعني هيديكوا دفعه قويه ولا لا؟ بص يا كوتش، هو يعني لازم حضرتك تبقى عارفه ان بطوله 20 سنه ما تقلش حاجه عن الدرجه الاولى. صحيح. يعني بطوله 20 سنه هي نفس درجه بطوله الدرجه الاولى بالظبط. فاللعيبه اللي قدامك دي بجد هي حاجه يعني مشرفانا كلنا، وكانت بطوله صعبه جدا، وفعلا كابتن سيف عمل مجهود السنه اللي فاتت قوي جدا وكبير جدا، يعني محدش يتخيل الراجل ده عمل مجهود ازاي ان الفرقه دي تاخد يعني المركز الاول. صحيح. كابتن سيف كمان بيعمل مجهود كبير قوي مع الدرجه الاولى، يعني هو المدرب العام بتاعنا، وهي الموضوع عندنا موضوع عادي. صحيح. ورا دي اخواتنا، وفي لعيبه اكبر مننا هم اخواتنا الكبار، وكابتن سيف وكابتن وليد اخواتنا برضو، فالموضوع كلها اسريه. طب خليني اسالك برضو يا كريم، انت يعني لعيب كبير في الدرجه الاولى واكيد عارف القصه دي، يعني اخبار توفير الامكانيات ايه ليكوا كفرقه؟ خلي بالك الموضوع ده بيفرق، انا كنت لعيب وعارف لما بتحس ان الاداره قريبه منكوا بتلبي لكوا طلباتكوا، يعني اتكلم في النقطه دي، قول لي انت شايف ده ازاي؟ بص يعني هتكلم مع حضرتك برضو في البدايه دي، طبعا مهندس محمود طاهر الراجل عامل يعني ما يتعملش بالنسبه لجهاز كره المقر، وطبعا من بعد كابتن وائل طبعا هو رئيس الجهاز وشغال كويس جدا، فعلا موفر لنا اجانب محترفين كلاعيبه، مدربين خبراء طبعا، اللعيبه بتستفيد منهم، المدربين بتستفيد منهم، فعلا سافرنا معسكرين كانوا ناجحين جدا، فعلا المنظومه كلها فعلا يعني بتتقدم كل يوم عن يوم بطريقه لا تتخيلها. ونفسكم مفتوحه للبطولات بتهيألي يا كريم؟ طبعا طبعا، ما دام كل حاجه متوفره انت كلاعب ما يبقاش قدامك انك تعمل في بطولتك، انت ما يبقاش قدامك كده. صحيح. كريم جمال لاعب الفريق الاول الووتر بولو بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا نورتنا الحقيقه، يعني كلام محترم لما بيجي من لاعب بيحس قد ايه ان في امكانيات متوفره، حتى نبره الصوت انه عايز بيقول الدوري هنعمل، هنتغلب على المستحيل، هنتغلب على الظروف، الحقيقه يعني اكيد ده درس حتى للعيبه الصغيرين اللي قاعدين معانا، ولا ايه رايك يا ابو حميد؟ يعني لا كابتن كريم طبعا ده احسن لعيب في مصر، يعني هو قدوه لينا واخونا الكبير، واحنا يعني عامه يعني مع الفيرست تيم مش حاسين بفرق السن، يعني اذا كان كريم او الناس الاكبر والناس الاصغر، احنا يعني كلنا زي ما بيقولوا فرقه يعني واحده، ودخلنا كلنا في المود سوا، وان شاء الله يعني هو تارجت واحد السيزون ده، ان احنا لازم ان شاء الله ناخد الدوري، يعني مفيش حاجه بديل عن الدوري والكاس ان شاء الله. وهو يعني الحقيقه بيبقى شعور حلو لما تلاقي اللعيب الكبير طبعا نجم زي كابتن كريم وداخل بيرحب بيكم على الهوا، بيقول احسن لعيبه، يعني بيتهيألي اكيد ده بيبقى ليه انطباع حتى في التدريب مع الفريق الاول، اكيد بيبقى ليكم انطباع الكبير بياخد الصغير، يعني اكيد ده بيبقى اول درجات النجاح. ايوه طبعا، يعني ايوه طبعا، يعني انا مثلا واحد كنت بطلع على البسين بشوف الناس دي بتتمرن، دخلت العب، فكان يعني نفسي ابقى معاهم حتى في الميه، دلوقتي بقى يعني الحمد لله بننزل سوا بنلعب سوا، فالناس دي طبعا يعني فضلها كبير علينا كلنا، وان شاء الله ان شاء الله يعني سوا كلنا نحقق التارجت. احمد مين مسك الاعلى في مصر؟ في مصر في كابتن كريم طبعا وكابتن يحيى، دول مسك الاعلى، عبد الستار، هم الثلاثه دول يعني. طب قول لي برضو، انا ما سالت طبعا زمايلك طموحاتهم ايه الفترة الجاية؟ كله اتفق ان هم عايزين يلعبوا عمومي. طبعا. مفيش حد فيكم بيفكر في الاحتراف؟ يعني هل بعيد عنا؟ هل نقدر؟ متهيألي نقدر، يعني ما شاء الله انا شايف يعني بدنيا انتوا تاتش وود، يعني اللهم صل على النبي، امكانيات كبيرة،
طب ليه ما بيفكرش في الاحتراف يا محمد؟ هو الموضوع بيبقى صعب شويه عشان الجامعه واللي مثلا ملتزم بشغله هنا، فالموضوع بيبقى صعب يعني مش زي الكوره. فيعني عندنا موضوع صعب الدراسه والجامعه وكده. بس خد بالك ده بيبتدي من الاول بسكولارشيب، يعني ممكن منحه في جامعه. اه بالظبط، بس يعني برضو الووتر بولو مش اللي هي يعني مثلا السكولارشيب مثلا بتكون في المانيا، ويعني المانيا مش اللي هي الدوله الكبيره قوي في الووتر بولو، فالموضوع مش هيبقى يعني هيبقى زي هنا يعتبر. يعني احنا هنا ما فيش فرق بيننا وبين المانيا كتير. امريكا الووتر بولو مش منتشره بشكل كبير. منتشره بس برضو امريكا مش اللي هي الدوله اللي هي اللي بتنافس هي في الووتر بولو. هي المجر صربيا كرواتيا الحاجات دي. هو الحل ان انت المنتخبات وتقوي نفسك حتى مع المنتخب الكبير. طب ليه المنتخب الكبير ما بيشاركش؟ يعني ايه مشكله المنتخب الكبير يعني؟ والله دي حاجه بقى ترجع للاتحاد يعني. تهيألي لو في جيل جامد اكيد الاتحاد هيفكر. اكيد يعني هو كان في جيل جامد. صعب ها؟ في لعيبه. لا في النهارده في مصر في نجوم نادي اليوبلس نادي الجزيره. الجزيره والاهلي. غريبه قوي. طب فرق لعيبه على مستوى عالي جدا. شد انت زعلتني كده يعني. حتى عندنا مستويات عاليه والاتحاد ما بيشاركش. طب ايه السبب؟ تقيل طبعا. يعني السبب يعني في اسباب اقتصاديه طبعا. موضوع لا ده مش حجه بصراحه. يعني انا هنقول ان سبب يعني. لكن النهارده السبب ان احنا ما بنحتكش مش ان ما فيش جيل. النهارده في لعيبه على مستوى عالي جدا في مصر. وخساره اللعيبه دي ما يبقاش عندها التزام. يعني يبقى سقف طموح اللعيب ان هو يلعب كاس عالم ناشئين وخلاص على كده. حضرتك سالت اللعيبه هم بيقول لك احنا عايزين نبقى بالدرجه الاولى، لان هم عارفين كويس قوي انه بقى لنا اخر حاجه طلعناها كانت 2013 مع المنتخب الكبير، ومن ساعتها مفيش اي حاجه خالص. يعني اكيد في انتخابات يوم 29/9 كابتن وائل قال بالزبط. محتاجين ان الاتحاد اللي يجي طبعا يبقى عنده الامانه انه يبتدي يحيي الموضوع ده تاني. لانه حتى لو بنشارك ما كناش موفقين، بس حضرتك بتقول في لعيبه كويسه. لا في لعيبه ده مؤكد يعني. ده دي حاجه ما في كل المراكز، وفي في وفره في اللعيبه. وكمان يعني انا ما توفقتش اقوم الغي المنتخب ولا ان انا اشتغل اكتر. ما بالظبط كده. انت فاهم قصدي ايه يعني؟ لا ده انا يعني اصل اسم مصر يا جماعه يعني. ما ينفعش غيب. احنا تهيألي افريقيا احنا نمره واحد. احنا افريقيا وعربيا احنا نمره واحد باي فار يعني. بمسافه كبيره. احنا مش محتاجين حتى يعني مش لازم يبقى حتى نروح دوره العاب اولمبيه ولا بطوله العالم. في لسه يعني في ليفلز احنا محتاجين نحتك مع الاول وبعد كده. كابتن سيف نورتني وشرفتني والف مبروك. وللامام دائما طبعا كان وجودك في الاستوديو مهم معانا، والحقيقه حاسين بقد ايه المجهود اللي بتعمله. احنا اللي مبسوطين النهارده ان احنا موجودين في القناه بتاعتنا كلنا بتاعت النادي الاهلي وفي بيتنا زي ما حضرتك بتقول. ومتشكرين. مش هتبقى المره الاخيره صدقني. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. مازن نورتني وشرفتني ان شاء الله. يعني ربنا يحقق لك كل امالك وطموحاتك ان شاء الله. ايمن نورتني والحمد لله على السلامه. ربنا يوفقك في اللي جاي ان شاء الله يا رب. حميد متشكرين. ربنا يخليك. ده شرف لينا ان احنا هنا في بيتنا طبعا. فيعني احنا هنا عشانكم ان شاء الله. هتكونوا معايا كتير يا رب. ونكون على تواصل بمستوى شخصي معاكم ان شاء الله، لان الحقيقه شفت طاقات ايجابيه كبيره جدا في عينيكم. ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. متشكرين جدا يا ابو حميد. اعزائي المشاهدين فقرتنا الثانيه انتهت. هنطلع لفاصل وهنرجع نستقبل كابتن محمد مصالح المدير الفني للفريق الاول لكره الطائره بالنادي الاهلي. الحقيقه لقاء مهم هيبقى فيه اسئله مهمه. هنحط الضوء على الاستعدادات اللي فات واللي جاي. لقاء احنا محتاجينه في الوقت ده عشان الطايره الحقيقه لعبه مهمه جوه النادي الاهلي. ما تروحوش بعيد. فاصل وهرجع لحضراتكم مع ضيفي كابتن محمد مصالح.